بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد المجيب مرة ثانية من قناة عرب جين ولينكس. اليوم راح أتكلم لكم عن درس الأغلبية تعتقد أنه غير موجود بلينكس زي ما أنتم شايفين بالعنوان فوق اللي هو تثبيت برامج لينكس بدون اتصال إنترنت. طبعا هذا شيء مستحيل إنك تسويه، تمام؟ لازم ضروري اتصال إنترنت علشان إنك تحمل الباكج، لكن أنا أقصد بالاستخدام المستقبلي. يعني لما كنت عم تكون عند ويندوز تفتح جوجل مثلا وتبحث عن البرنامج وتحفظه عندك بالهارد ديسك، لو مثلا فرمت الجهاز ممكن تستفيد من الخاصية هذه. طبعا مستخدمي لينكس ما يبالون بالموضوع هذا، ليش؟ لأن أنا ما راح أفرمت اللي هو التوزيع، خلاص التوزيع باقي معي للأبد، فما راح أحتاجه. لكن قد تحتاجه لما تكون عندك مثلا حاب تنقل برامج كل شخص معين أو تعطيه نسخة من برامج اللي عندك أو إلى آخره. أوكي، وش اللي راح نسوي؟ في طريقتين أتكلم عنها. طبعا ويندوز في طريقة واحدة اللي هي إنك تثبت البرنامج وتحصل عليه من الإنترنت أو من أسطوانة أو اللي هو تحبله. لكن على لينكس في طريقة ثانية تلقائيا. انت لما تحمل برنامج من الطرفيه او من مدير الحزم الخاص بك على التوزيعه، على نفترض على الابونتو مثلا من مدير الحزم او مركز برمجيات ابونتو، تمام؟ تلقائيا هو يحتفظ بنسخه من البرنامج اللي هي نسخه متنقله، ممكن تاخذ لاي مكان ثابته بالنظام موجوده، لكن احنا ما ندري وين موجوده او ما دورنا عليه، لذلك ما ندري. هذه النقطه الاولى، انه انت لما تثبت اي برنامج على لينكس هو يحتفظ بالكاش حق النظام بالبرنامج هذا. ممكن تاخذ الكاش هذا وتستخدمه على كمبيوتر ثاني بنفس التوزيع. هذا شيء. الشيء الثاني، راح ندخل على طبعا بعض مواقع التوزيعات المشهوره ابونتو والاوبن سوزا والفيدورا والارتش لينكس، راح نشوف اللي هو الباكج سيرش، خاصيه اسمه الباكج سيرش والمواقع. ممكن تكتب اسم البرنامج اللي تبي يعطيك اياه وتحمله وتخليه معك. اوكي، هذا يعني انه نقدر نثبت البرامج بدون اتصال انترنت. بالنسبه لدرس اليوم، اي شيء اتكلم عنه عن ابونتو نفس الوقت ينطبق تماما على لينكس مينت والعكس صحيح. خليكم معي الحين وخلونا نتفرج شو راح نسوي. اوكي، رجعت لكم. الان راح اشوف اللي هو التحميل من الانترنت بالبدايه. طبعا زي ما انتم شايفين عندي الابونتو، عندي اللي هو الاوبن سوزا، تمام، وعندي الارش لينكس وعندي الفيدورا، تمام. التوزيعات هذه هي تقريبا الاكثر استخدام، اذا انا تجاهلت شيء معين ما ادري، لكن هي تقريبا الاكثر استخدام بلينكس. عموما خلونا نشوف. لما اقول لك الابونتو راح نفس الكلام ينطبق على لينكس مينت. اوكي، نجي هنا من المنطقه الخاصه بالابونتو. طبعا الابونتو في ميزه انه يقدم لك الاصدارات كلها، ممكن تختار اي اصدار. فمن هنا اللي هو اخر اصدار، هذا هو اعتقد هذا اخر اصدار الخاص بابونتو. فانت لو تستخدم اخر اصدار الخاص بابونتو مثلا، تضغط على اسم ذي وسيرش. لما تقول اني، طبعا اقصد اي مستودع، خله على اي مستودع، تمام. وش البرنامج اللي انت حابب تحتفظ به؟ خلونا نفترض طبعا فايرفوكس ما راح تحتاجه مثلا، لكن خلينا نفترض جيمب، فنبحث عنه سيرش، تمام. مثل ما انتم شايفين في هنا جيمب، تمام. جيمب اصدار 2.8، هذا اللي يهمنا اللي هو اكزاكت هنت او الباكج الخاص بنا، تمام. راح نضغط عليه من هنا. زي ما انت شايف هنا يجيب لك الديبندنسيز اللي هي الاعتماديات المطلوبه، وبعدين تجي من تحت من هنا تاخذ اللي هو الموافق للمعالج عندك اللي هو 86 او 64. انا اخذ 86 مثلا، تمام. من هنا الميرورز اللي هي من وين حاب تحمل، زي ما شايف نورث امريكا، يوروب، ايجا الى اخره. فناخذ نورث امريكا مثلا، فجاك التحميل 5 ميجا الجيمب. طبعا الجيمب مو ب 5 ميجا، اكبر من 5 ميجا، لكن خلونا ناخذه. هذا هو الجيم طبعا، خلاص حملناه وما في شيء معين راح تحتاجه، تمام. غير انه في بعض اللي هي الحزم، زي ما انتم شايفين انه في اشياء زي هذه كثيره هو يتطلبها النظام، تمام. فعلى الابونتو تلقائيا راح تحصل الاشياء هذه موجوده. بالنسبه للموقع الثاني اللي هو اوبن سوزا، ما نفس الكلام. لو كتبنا جيمب الحين، طبعا ما ادري ايش اخترت جيمب، ممكن تبحث عن شيء ثاني على راحتك. نفترض مثلا جي اديت، تمام. فهنا راح يعطيك اي حزمه موجوده بالنظام. هذا الجي اديت، هذا الاوبن سوزا. طبعا تضغط من هنا وبعدين راح يجيك اللي هو التحميل، تمام. فعلى طول يقول دايركت انستول، الحجم 920 كيلو بايت، تضغط عليه. طبعا راح يجيك اللي هو خاص بالاوبن سوزا اللي هي واي ام بي، تمام. طبعا كل التوزيعات او كل الاشياء اتكلم عنها هذه دبل كليك وتحمل. بالنسبه للارتش لينكس طبعا مو بدبل كليك تحمل، لكن الارتش لينكس طبعا مستخدمينه يفهمون النظام هذا. كتبنا جي اديت، هذا الجي اديت، ضغطه واحده هنا، تمام. وبعدين من هنا اللي هو داونلود فروم ميرور، تمام. طبعا يهمك انك تشوف الديبندنسيز اللي هي الاعتماديات، هل الاشياء هذه مثبته على النظام ولا لا. لو ما كانت مثبته على النظام ثبتها على نظامك، لان البرنامج ما يشتغل بدون الاشياء هذه، تمام. اوكي،
هذه هي الحزمه الخاصه بالارتش. طبعا الارتش انتم تعرفون باكمان ناقص كابيتال يو وبعدين تكتب اسم الحزمه وثبته. هذا الخاص بالارتش لينكس. اما الفدره مثلا هذا الفدره خلينا نشوف. اوكي الفدره طبعا زي ما انت شايف على طول جانا للبحث. طبعا الفدره اعتقد انه هو الافضل او المتقدم من بين المواقع هذه زي ما انت شايف. يعني شيء جميل يعطيك اياه الجهاز او الموقع. طبعا زي ما انت شايف الفدره صراحه بالنسبه لي اشوف انه افضل مواقع من ناحيه ترتيبه. يعني في جرافيكس حلو وحركات حلوه. عموما تجي من هنا تختار اصدار اللي انت تبي. طبعا ال 18 للحين الفا، لكن احنا نفترض ناخذنا اللي هو فدره 17. هذا هو الفدره 17. من هنا راح تضغط تمام. راح يجيك معلومات والى اخره ما عليك منهن. ممكن من هنا على طول مباشر تضغط على اسم الحزمه، راح ينقلك على الصفحة الخاصة بالحزمة. الحين طبعا ممكن ادخل الصفحة الخاصة بالحزمة مباشرة، لكن الطريقة هذا قبل شوي اللي ممكن تمر على تعليقات والى اخره. فمن هنا على طول تاخذ اللي هو ايش تبي الحزمة، هل تبي الدبن هل تبي الى اخره. ممكن تاخذ اللي حتى نسخ غير مستقرة. فعلى طول من هنا داونلود رجيك ار بي ام تمام. طبعا الفيدرا برضه دبل كليك وتحمل اللي هي اوكي. بالنسبة للتوزيعات ومكان احتفاظ النظام بال شو اسمه بالحزم، طبعا قاعد فينيل وسروال الحين او فلذلك ما بيطلع بشكلي بالكامل. لذلك قلت اشرح لكم على مستند افضل عشان برضو يكون واضح لكم المسارات وين موجوده تمام. مثل ما قلت لكم ان النظام تلقائيا لما تحمل اي حزمه تمام. لما تحمل مثلا فايرفوكس على سبيل المثال على توزيعه الارتش لينكس تمام، فراح يطلع لك مثلا الحزمه هنا فايرفوكس بس رستاره اخر شيء اكس زد او زد اكس تمام. زد اكس واحده منهن تمام. نفس الكلام على الابونتو، لو حملت راح تحصل حزمه هنا باسمه فايرفوكس لا 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 وبعدين دب. طبعا هنا المكان هذا خاص بالديبيان واللينكس بنت الابونتو تمام. الجدير بالذكر انه عندك اللي هو كل توزيعه عند له ملف كاش خاص به، طبعا بسبب انه كل توزيع له مدير حزم خاص، فعلى حسب اسم مدير الحزم راح تحصل مكان الحزمه. مثل ما انت شايف الحين اوبن سوزا، اذا كنت تستخدم اوبن سوزا تمام راح تحصل بالزبر جميع اللي هي الملفات اللي انت تبي خاصه بالنظام تمام. بالنسبه للابونتو لينكس مينت وديبيان واي شيء مبني على ابونتو او مبني على ديبيان مثلا بينجاي اليمنتري او اس شغلات كثيره راح تحصل على اللي هو ابت ارشيفز تمام. بالنسبه لارتش لينكس وما بني عليه راح تحصلوا على الباكج اللي هو كاش باكج باكمان باكج. على الفيدورا راح تحصلوا على واي ام، والفيدورا ما بني عليه حتى توزيع تعجوبه مثلا تمام. فهذا هو المسارات او توضيح مكان المسارات الموجوده بالذي. خلكم يعني راح ادخل على لينكس مينت وشوف بشكل رسومي المكان. اوكي النقطه الاخيره اللي زي ما قلت لكم طريقه تثبيت او الحصول على البرامج من التوزيع نفسه تمام. الان انا على لينكس مينت، طبعا لينكس مينت وابونتو نفس الطريقه، ايضا الفيدورا ايضا كلهم تمام. كل التوزيعات حتى الارتش لينكس، لكن اللي يفرق عندنا شغله واحده. اول شيء البرامج وين موجوده فعليا. ادخل على متصفح الملفات عندك ايا كان. طبعا راح ادخل على الفايل سيستم او مجلد الجذر وبعدين فار من هنا. بعد الفار راح ادخل عليه الكاتش او كاش، بعدين ابت، بعدين بيجيك الارشيفز. حلو الارشيفز هذول عباره عن جميع البرامج اللي انت ثبتت على التوزيع مثل ما انت شايف، والتحديثات بنفس الكلام. يعني لما انت تثبت اي شيء هو يحتفظ بنسخه من البرنامج هنا تمام. النسخه هذه ممكن انك تاخذها تستخدمها باي مكان. لو حبينا ناخذ مثال مثلا عندك برنامج جيني، طبعا زي ما انت شايف جيني، وبرضه في جيني ثاني هنا جيني هذا وش يعني؟ هذا يعني انه جيني يعتمد على شغله ثانيه اللي هي جيني كومون. فممكن انا اخذ الجيني كومون والجيني مع بعض، طبعا هذه الطريقه الافضل. ايضا نفس الكلام لو تبي تحمل الجيمب وغيره راح تحصل انه جيمب جاي اكثر من مره. لو تبي تحمل الليبر اوفيس راح تحصل الليبر اوفيس جاي اكثر من مره. خلونا الحين نشوف الجيني مثلا على سبيل المثال. هذا الجيني انا ابيه راح اخذه، طبعا اي شيء اسمه جيني راح اخذه احطه باي مكان. خلونا نسوي مجلد جديد اسمه مثلا جيني. طبعا هذه الطريقه الافضل انك تسمي مجلدات. ليش؟ علشان كل مجلد فيه برامج، في برنامج البرنامج والاعتماديات حقته والاضافات كل شيء تحصله بمكان واحد تمام. طبعا الطريقه هذه بسيطه جدا. الحين انت احتفظت بالبرنامج، وش اللي مطلوب انك تسويه؟ دبل كليك. طبعا البرنامج موجود على النظام،
لذلك ما راح اعمل. لكن تسوي دبل كليك عليه الحين تمام. اذا كان غير مثبت راح يقول لك تثبيت، اما اذا كان مثبت راح يقول لك هل تحتاج تحذفه او غيره. طبعا زي ما انت شايف من هنا راح احذفه لو كان غير مثبت تمام، لكن لو كان لو كان غير مثبت راح اضغط على انستول يبدا يحمل. موضوع بسيط بالنسبه للابونتو نفس الطريقه، لكن راح يفتح لك اللي هو ابونتو سوفت وير سنتر. طيب هذا بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عباره عن حيله انا احب اسويها لسحب البرامج من النظام تمام. لما ابي احمل برنامج معين باعتمادياته كامله، انا ما راح اني ادوخ راسي وقعد ادور بين هذول كلهم تمام. ربما انه حتى يحمل اشياء من موجوده بنفس اسم البرنامج نفسه. فانا وش بسوي؟ الطريقه بسيطه جدا جدا. طبعا راح نحتاج هنا اللي هي الطرفيه. اضغط المنطقه هذه هنا عند الارشيفز بالزر الايمن اوبن تيرمينال تمام، واستخدم صلاحيات الروت مباشره تمام. اكتب su انتر وادخل الرقم السري حق الروت تمام. من هنا غير اسم المجلد اللي هو ارشيفز. فشلون غير اسمه؟ ممكن اني انقله من مكان لمكان، او اني غير اسمه مباشره، او اللي تبي. فانا راح انقله mv عباره عن نقل ارشيفز الى ارشيفز 2. فانا غيرت اسمه من ارشيفز الى ارشيف 2. الان لما ابي اثبت برنامج، طبعا المجلد هذا غير موجود، هو راح ينشئ لي مجلد جديد وراح يثبت البرنامج لي. فاحنا تعودنا دائما على لينكس مينت مثلا نحمل من هنا على طريق الباكج مانجر. خلينا ندخل الباكج مانجر. اوكي هذا الكونكي ما ثبته. طبعا انتم شايفين في الكونكي اكثر من شغله، خلونا ناخذ الكونكي الاساسي تمام. زي ما انت شايف انه طلب حزمه اضافيه. الحزمه الاضافيه هذه مهمه عشان تشغل الكونكي، فما له داعي تاخذ ملف الكونكي لحاله وبعدين ما يشتغل معك على توزيع الثانيه. فالطريقه هذه هي حيله عشان تقدر تسحب البرامج بسهوله. تضغط على ابلاي راح يقول لك كم الحجم، راح يحمل حوالي 419 كيلو بايت. نضغط على ابلاي. اوكي وخلص تثبيت الكونكي. الحين سكر هذا وادخل على الارشيفز. شوف الحزام اللي هو جابه. طبعا زي ما شايف قبل شوي انه جاب اللي هو الكونكي، جاب كونكي اس دي وطلب اللي هي المكتبه هذه علشان شغله تمام. فانا بالطريقه هذه عرفت وش الكونكي. راح اخذ الكونكي بالشكل هذا، نسخ واحطه بالمكان اللي ابي تمام. المجلد اسميه كونكي. لما احب اثبته على توزيعه لينكس ثانيه او بالاصح لينكس مينت، فراح اخذه واحمله تمام. طريقه التثبيت الثانيه المفضله بالنسبه لي انه الان هذا عندي كونكي، ابي اثبت الكونكي. طبعا خلونا نحذف الكونكي بالبداية افضل علشان ما نبلش بابت جيت ريموف كونكي. انا كونكي حذف من النظام. لما ابي اثبت برنامج له اعتماديات كثيره ما له داعي اقعد اضغط على كل واحد لحاله. فممكن انك تفتح الطرفيه هنا اوبن تيرمينال. طبعا ما تقدر تسوي الطريقه هذه الا بصلاحيات روت، فممكن تستخدم سودو على سبيل المثال. فراح اكتب سودو دي باكج بالشكل هذا دي باكج اوكي ناقص اي، وبعدين اضغط على علامه النجمه. هذا يعني انه راح يثبت جميع النجمه، هذا تعني انه جميع الملفات الموجوده هنا. فانا ممكن اني اضغط دي باكج واكتب اسم التوزيع او الحزمه نفسها بالشكل هذا، راح يثبت الحزمه واحده. لكن انا ابي اثبتهم لي مع بعض كلهم، اضغط نجمه طبعا دخل قوس سري. مثل ما انت شايف الان بدا يثبت اللي هن جميع الحزم مع بعض. خلونا ناخذ مثال ثاني على الارتش لينكس وخلاص انتهى درس اليوم. الارتش لينكس طبعا اذا انت ما انت مهتم بالارتش لينكس ممكن تقول مع السلامه. الارتش لينكس طبعا موضوع بسيط، وطبعا الارتش لينكس هي من الاشياء المهمه بالنسبه لي اني احتفظ بالكاش. ادخله من هنا على طول var كاش باكمان هذا باكج. هنا جميع الحزم انا ثبتها مثل ما انتم شايفين تمام. ممكن من هنا اني طبعا في شغله من الاشياء، مثلا ممكن اني شخص او عندي لابتوب معين ما فيه اتصال انترنت او الى اخره، وحاب اعطيه الليبر اوفيس. الليبر اوفيس كبير شوي، فبدل ما اني اجلس اسوي شغلات هذه ممكن من هنا اجيب الليبر اوفيس. طبعا ممكن تبحث اوكي هذا الليبر اوفيس، فاي حزمه اسمها الليبر اوفيس الحين راح اخذه الين هنا تمام. هذه هي الحزم تمام، تاخذ هذول وتحتفظ بهن اوكي. طبعا نفس الكلام ممكن تسويه على الارتس لينكس نفس طريقه لينكس مينت، تغير اسم مجلد باكج هذا علشان انك تمسك الحزمه المطلوبه. درس اليوم انتهى، اتمنى انكم استفدتوا. اللي ما استفاد يعلم ليش ما استفاد، واللي ما فهم يقول لي انا ما فهمت. ممكن طبعا اتخذ قرار انه راح استخدم تويتر للدعم الفني الخاص بلينكس، فاذا انت حاب
دردش مباشره معي على تويتر، التويتر حقي موجود تحت، ممكن تتابع على تويتر، ممكن تسوي سبسكرايب عشان تتابع كل جديد عن لينكس. وانتهى درس اليوم، مع السلامه.